السلام عليكم، صباحك الله بالخير. اليوم نعيد مرة ثانية إن شاء الله عملية تحضير المنتج هذا، وإن شاء الله بطريقة شاملة بإذن الله. أول شيء لازم نعرف أن المنتج أخذ باليوم مرتين، مرة قبل الريوق ومرة قبل العشاء، 5 دقائق 10 دقائق. إن تأخرتوا عقب الريوق ما يمنع، ولكن يفضل قبل الريوق قبل الأكل. الشيء الثاني، أفضل طريقة لعملية التحضير المنتج، الطريقة الأولى هي في الخلاط. استخدام الخلاط هذا نحط فيه المنتج خاشوبتين، اللي هذه خاشوبتين، شوفوا خاشوبتين تنحط بعدين ينخلط ويا الماء. الطريقة الثانية اللي هي نحطها بالطريقة هذه، شوفوا هاي، ونحط عليها شوي ماء، كمية صغيرة عشان نسوي مثل عينة تقريبا. انت من نخلط يستوي مثل العينة، وعقب نحطه ويا الماي بيكون مثل هذا. هذا 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 تقريبا عقب نص ساعة استوى ذايب مثل هذا. الشيء الثالث ان نفس العملية هذه لكن نسويها ويا اللبن او ويا الحليب، حليب النوق او ويا الروب. ويا الروب طبعا، ويا الروب ممكن نحط المنتج ونحط عليه مكسرات مثل هذه ونحط